توسن، انت اليوم شو عم بتبيعي؟ اكل، مناقيش مشوي شوي، حلو، كبيس على انواعه. الكبيس شغلك؟ اكيد. شو هن انواع الكبيس اللي عم تعرضيها؟ فيك تعديهم معنا وتفرجينا اياهم؟ ايه اكيد، بدي كل مرطبان بشيله يعني او بعده. ايه فيك. ايه رح بلش كبيس الباذنجان، مش المكدوس، كبيس باذنجان بالخل، هيدا كتير طيب، مثل المقطي والخيار. مش مكدوس، كبيس. يعني هيدا بياخد شغل اقل من المكدوس؟ مش هين كمان، هو بتسوي نفس طريقة الكبيس، نفس طريقة المكدوس، بس بتفرق انه هيدا بخل هيداك بالزيت. وكيف اسعارهم؟ هيدا الباذنجان اللي بالخل 10,000. 10,000 يعني بقيمة 6 دولار ونص تقريبا. شو اغلى منتج عندك موجود من بين الكبيس؟ عندك العكوب. العكوب ليه غالي؟ لانه كثير بده شغل. يعني بالوقت، اذا بدنا نعد بالوقت قد ايه، كم يوم، اسبوع مثلا بده شغل؟ لا، لازم تلحقيه بنهار اللي بتجيبيه، والا ما بيسع. وشو سعره تقريبا عندك؟ 17,000. 17,000 يعني تقريبا فوق ال 10 دولار. لان هو الكيلو بلا تنظيف حقه 25,000 تقريبا. لا تنظفيه هيك وتسويه، بده يروح منه وتنقدر نبيعه ويكون نرد يعني، بس التعب. وفي اقبال عليه، العالم تطلبه؟ اللي بيعرفه حياته واللي بيعرف قيمته. ايه. وكمان شو عندك؟ اشرح لك عن لبنه الامبريز. هاي لبنه معزه بس بالفخار بنسويها، كثير كثير اطيب لبنه، هي حامضه. وهيدي كمان غاليه؟ ايه كمان، هي 17,000 المرطبان. طب العالم بتشوف انه السعر غالي عم تشتريه او بتشارع؟ حياتي لا، اكيد في ناس بتشارع، اكيد، وفي ناس مثلا وضعها بيسمحلاش، عرفتي كيف؟ بس نحن كمان بنحب انه نكون تقريبا مع الكل منيح. الله رب.